هي أباجورة أو تيب اللامب منورة الطاولة، طبعاً لو طفيتها حيكون في ظلام. لو أنا بدي نور الإنارة بإنارة أعلى باستخدام جهاز واحد بس، ممكن استخدام أي جهاز موجه إلى السقف. توجيهه للسقف حيعطي إنارة عالي، لأنه السقف عادة لونه أبيض وبيعطي إنارة عالي. لو غطيت هذا الجهاز حشوف أنه الإنارة صارت ظلام. طبعاً الفكرة وين؟ الفكرة أنه دائماً لما ننور الأرضيات تجي الإنارة هادي، بس لما ننور الأسطح تجي إنارة عالي. دائماً لما ما نور السقف والجدران بيكون المكان إنارتهم كتير عالي. لاحظوا، هي أنا مثلاً منور أرضية، باللحظة اللي قلبت فيها الإنارة لفوق صار شعور الإنارة عالي. فممكن حط أي جهاز، حتى لو فلور لامب، مو شرط يكون هذا الجهاز، أي فلور لامب موجه للأعلى. أو الفكرة الثانية إنه نور الجدران، يعني مثلا لو طفيت هذا الجهاز، فلما يكون ظلام سبوت لايت واحد موجه على الجدار ما يكون موجه لتحت، لأنه تحت حينور الأرضية. أما لما نور الجدار عطى انعكاس لبقية الغرفة، وخصوصا لما يكون الجدار لونه فاتح. فسبوت لايت واحد بس حطيته نور المكان. فأنا باختصار الغرف الصغيرة ممكن أخلق فيها إنارة عالية بإنارة الجدران أو إنارة الأسقف. شلون هلأ جهاز واحد بس هو اللي نور كل الغرفة، لأنه نور السقف. ومثل ما قلنا، لو قلبناه أو استخدمنا أباجورة أو أي نارة ما حتكون الإنارة عالية. هذا الجهاز الوحيد يلي نور الغرفة بدون أي جهاز تاني، فالظلام هذا كله اختفى بجهاز واحد توجهت إنارته على السقف. فاختيار الإنارة بطريقة ذكية أن ننور الأسقف أو الجدران بيعطينا برايتنس عالي بالمكان، أو إضاءة شعورها عالي بالمكان.